أحلام مستغانمي من مواليد 13 أبريل 1953 كاتبة وروائية جزائرية. كان والدها محمد شريف مشاركا في الثورة الجزائرية. عرف السجون الفرنسية بسبب مشاركته في مظاهرة 8 مايو 1945 بعدما أطلق سراحه سنة 1947. كان قد فقد عمله بالبلدية، ومع ذلك فإنه يعتبر محظوظا إذ لم يلقى حتفه مع من مات آنذاك، وأصبحت الشرطة الفرنسية تلاحقه بسبب نشاطه السياسي بعد حل حزب الشعب الجزائري الذي أدى إلى ولادة حزب جبهة التحرير الوطني. عملت أحلام مستغانمي في الإذاعة الوطنية مما خلق لها شهرة كبيرة كشاعرة، إذ لاقى برنامجها همسات استحسانا كبيرا من طرف المستمعين. وانتقلت أحلام مستغانمي إلى فرنسا في سبعينيات القرن الماضي، حيث تزوجت من صحفي لبناني، وفي ثمانينيات القرن الماضي نالت شهادة الدكتورة من جامعة السوربون وتقطن ببيروت بلبنان، وهي حائزة على جائزة نجيب محفوظ لعام 1998 عن روايتها الشهيرة ذاكرة الجسد. يقول نزار قباني عن روايتها ذاكرة الجسد وعن الكاتب أحلام مستغانمي: روايتها دوختني، وأنا نادرا ما أدوخ أمام رواية من الروايات، وسبب الدوخة أن النص الذي قرأته يشبهني إلى درجة التطابق، فهو مجنون ومتوتر واقتحامي ومتوحش وإنساني وشهواني وخارج عن القانون. ولو أن أحدا طلب مني أن أوقع اسمي تحت هذه الرواية الاستثنائية المغتسلة بأمطار الشعر لما ترددت لحظة واحدة. ويتابع نزار قباني قائلا: هل كانت أحلام مستغانمي في روايتها تكتبني دون أن تدري؟ لقد كانت مثلي تهجم على الورقة البيضاء بجمالية لا حد لها وشراسة لا حد لها وجنون لا حد له. الرواية قصيدة مكتوبة على كل البحور، بحر الحب وبحر الجنس وبحر الإيديولوجيا وبحر الثورة الجزائرية بمناضلها ومرتزقتها وأبطالها وقاتلها وسارقيها. هذه الرواية لا تختصر ذاكرة الجسد فحسب، ولكنها تختصر تاريخ الوجع الجزائري والحزن الجزائري والجاهلية الجزائرية التي لها أن تنتهي. أنا لها أن تنتهي. وعندما قلت لصديقي العمر سهيل إدريس رأيي في رواية أحلام، قال لي: لا ترفع صوتك عاليا، لأن أحلام إذا سمعت كلامك الجميل عنها سوف تجن. أجبته: داها تجن، لأن الأعمال الإبداعية الكبرى لا يكتبها إلا المجانين. اختارت منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم اليونسكو الكاتبة الجزائرية الكبيرة أحلام مستغانمي لتصبح فنانة اليونسكو من أجل السلام، وحملت رسالة المنظمة من أجل السلام لمدة عامين باعتبارها إحدى الكاتبات العربية الأكثر تأثيرا، ومؤلفاتها من بين الأعمال الأكثر رواجا في العالم. صرحت مديرة المنظمة اليونسكو إيرينا بوكوفا إن مؤلفات الأديب الجزائرية تعد من الأعمال الأكثر رواجا في العالم نظرا لتميزها بعملها لصالح حقوق المرأة والحوار بين الثقافات ومكافحة العنف. من بين أعمالها على مرفأ الأيام أنجزته عام 1972 وكتابة في لحظة عوري، وذاكرة الجسد عام 1993 ضمن أفضل 100 رواية عربية. وفي 2010 تم تمثيلها في مسلسل سمي بنفس الاسم للمخرج السوري نجدة أنزور بطولة جمال سليمان وأمل بوشوشة. وفضوى الحواس 1997 وهي الرواية الثانية في سلسلتها الثلاثية ذاكرة الجسد وفوضى الحواس وعابر سبيل، تتحدث عن الرسام الجزائري وعلاقته بابنة رفيقه المناضل سي شريف. وعابر سبيل سنة 2003
ونيسان.com عام 2013 وقلوبهم معنا وقنابلهم علينا، أصدرت أحلام مستغانمي تزامنا مع أصدار نيسان، والأسود يليق بك عام 2012 وديوان عليك اللهفة سنة 2014 بمشاركة مع الفنان مروان خوري، وكتاب شهيا كالفراق عام 2018. تعتبر أحلام مستغانمي من الكاتبات العربيات اللواتي لهن صيت واسع في العالم العربي وفي جودة المنتوج، وكذلك في الرؤية وفي الجرأة وفي تناول الموضوع دون خشية ودون ارتياب. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.